السلام عليكم. اليوم يا اخوان حابب احكي عن موضوع مهم كتير، الا وهو حجم مواقع التواصل الاجتماعي في الصين. تقريبا 60-70% من المواقع الاجنبية في العالم في الصين محظورة كليا او محجوبة، مش ممكن تدخل عليها ابدا. موقع الفيسبوك، اليوتيوب، تويتر، جوجل، خدمات جوجل بشكل عام، كلياتها هاي مواقع محجوبة كليا. الحجب او سياسة الحجب والحظر بالصين للمواقع هاي بدأ تقريبا سنة 2009 لما صارت احتجاجات لأقلية الإيغور التركية المسلمة الموجودة في الصين. الاحتجاجات هاي تولد عنها كمان انه الناس هذول صاروا يتواصلوا عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب ويرفعوا صور وفيديوهات، فاضطرت الحكومة الصينية لحظر المواقع هاي بشكل كلي. طبعا مش دولة الصين هي الوحيدة في العالم اللي بتحظر المواقع هاي، مواقع التواصل الاجتماعي. في دول كتيرة بالعالم بتحظر مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه مواقع التواصل الاجتماعي كمواقع هي ممكن تكون كأداة لتخريب الدولة أو لتدميرها من الداخل، أو تكون لها سياسة موجهة. بغض النظر عن السياسة، الصين دولة كبيرة جدا، فيها 1.5 مليار مواطن صيني، دولة كبيرة جدا جدا، فأمن المعلومات فيها شيء مهم جدا 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 للحفاظ على أمن الدولة واستقرار. لذلك الصين أنشأت تقنية حجب متطورة جدا، قد تكون هي الأكثر تطورا في العالم، بسموها The Great Firewall، وفي لها مسمى تاني بسموها Golden Shield أو الدرع الذهبي، لحظر المواقع هاي كليا. لكن الصين بما أنه حظرت كل مواقع التواصل الاجتماعي هاي، لأنه مواقع التواصل الاجتماعي هاي ما إلها سلطة عليها، فما بتقدر تراقب الناس اللي ممكن يحطوا معلومات مغلوطة أو إشاعات أو كذا، فهي عملت بدائل للمواطنين عندها. مثلا في موقع الويتشات، حكيت لكم عنه حلقة كاملة قبل هيك، موجودة على قناتي على اليوتيوب على الويتشات، اللي هو برنامج أب ممكن تنزله على جوالك، برنامج محادثات كتابية وصوتية ومحادثات فيديو، وممكن استخدامه كالفيسبوك، يعني ممكن تشير صور عليه، تعمل شير للصور للفيديوز، تعمل بوست عليه، شو ما بدك، هو قريب جدا من الفيسبوك. في موقع تاني بديل عن جوجل وخدمات جوجل، اللي هو موقع ضخم جدا اسمه البايدو. بايدو هذا محرك بحث مشهور جدا بالصين، كل الصينيين بيعرفوه بيستخدموه، وفي كمان خدمة الخرائط فيه، هذا بديل عن جوجل. في مواقع تانية كمان بديلة عن اليوتيوب، مثل موقع مشهور جدا جدا في الصين اسمه يوكا، اللي هو نفس خدمات اليوتيوب بالضبط، بتحضر عليه أفلام، بدك ترفع عليه فيديوهات، بس هو حصري للصين يعني، وباللغة الصينية أكيد. وفي موقع تاني اسمه ويبو، هو اب وموقع كمان، ويبو هذا بديل عن التويتر. لكن الان شو الحل؟ انت كاجنبي اكيد انت مش بالسهولة اللي ممكن تتخلى فيها عن استخدام الفيسبوك والتويتر واليوتيوب، لانه هاي مواقع تواصل اجتماعي صارت يعني جزء من حياتنا اليومية. في حلول كتير، منها استخدام الفي بي ان، هو برنامج في منه المجاني وفي منه اللي بفلوس. المجاني صراحة أنا تجربتي فيه سيئة جدا جدا، لأنه ممكن يشتغل معك ساعة ويطفي 10 ساعات أو يوم كامل مثلا ما يشتغل أبدا، وغني كمان أنه النت كمان بيكون ضعيف جدا عليه. فالحل هو الأفضل، الحل الأفضل هو برامج مدفوعة الثمن. أنا بستخدم شخصيا أسترل، برنامج تقريبا سعره $140 تقريبا، اشتركت فيه انا واصدقائي 4 اصدقاء. في كمان حلول اخرى مثل راوتر،
الراوتر هذا بتشتري تقريبا 700 800 كواي، يعني تقريبا $120 او شيء زي هيك لمدة 3 سنوات. هذا الراوتر من خلاله انت راوتر عادي هو، لكن بسمح لك بالدخول لمواقع الفيسبوك والتويتر واليوتيوب والمواقع المحجوبة، وهاي حلول انا حكيت لكم اياها. لكن مع ذلك احنا بنضلنا متخوفين انه الحكومة الصينية يوم من الايام انها تحجب البرامج هاي وتلغي خدماتها كليا، لانه الموضوع بايدها، هي اللي عاملة شوية متنفس للطلبة الاجانب وللاجانب المقيمين بالصين. وفي دائما اشاعات بتطلع انه الحكومة الصينية راح تحجب البرامج هاي كليا. اخر التصريحات كان رسمي شوي وجدي وعمل ضجة شوي، انه في سنة 2018 شهر 2 أو 3 سوف يتم حجب مواقع الفي بي ان كليا في الصين. بتمنى انكم تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي انا حكيتها، لانه السؤال هذا حجب المواقع وكيف ممكن نفتحها كتير، يعني بيسألوني شباب وبيبعتوا لي رسائل عن الموضوع هذا وتعليقات. فان شاء الله انا اكون يعني اعطيتكم معلومات كفايه بشان الموضوع هذا، واي استفسارات ممكن تحطوا ليها بالتعليقات وان شاء الله بجاوبكم عليها قريبا. والسلام عليكم ورحمه الله.